ضحكات تتعالى ورقصات تبعث البهجة في النفوس، أمسية تذكرنا بأجواء وأمسيات البيوتات العتيقة في الموصل. كل هذه الأجواء جرت بوجود نجوم ولاية بطيخ الذين جاءوا من أجل تصوير إحدى حلقاتهم في ثاني أكبر محافظة عراقية. أما عن انطباعهم بهذه الزيارة الأولى فدعونا نستمع. الحقيقة هي رسائل اللي ردنا نوصلهم، بس رسائل فنية وإنما رسائل اجتماعية وسياسية، لأنه هواي ناس يحاولون يوصلون صورة بأنه هذه المدينة والكثير من المدن العراقية مدن ميتة ما فيها حياة، وأنه الخراب لا زال موجود. الحمد لله والشكر الموصل تختلف تماما. نينوى مدينة محافظة عريقة، والموصل مدينة عظيمة. هذه الأجواء بكل ما فيها من عبق الماضي وتراثه الجميل جرت في مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث. هذه المؤسسة التي حاولت وما تزال تحاول خلال السنوات الأخيرة عكس صورة الموصل الحقيقية، بأن هذه المدينة معطاء حية ما تزال تنبض بالحياة رغم كل التحديات التي ألمت بها. رغم من الصورة الإيجابية التي تنقل للموصل خلال الفترة الماضية، لكن هي ليست صورة كافية أن تنقل الحقيقة لأهلنا بالجنوب وأهلنا في بغداد وحتى إقليم كردستان، بأنه هي مدينة سياحية، مدينة تستطيع أن تستقبل السواح والسياح من كل العراق. رفا النشمي الممثلة المصلاوية التي حصدت جائزة الهلال الذهبي كأفضل ممثلة واعدة في مسلسل الكادود مع عدد من نجوم الدراما العراقية كانت حاضرة خلال هذه الأمسية، وتحدثت عن طاقات مدينتها الكبيرة التي ما تزال دون دعم حقيقي يذكر. ورغم هذا فإن المدينة ما تزال تنبض بالعديد من المواهب. عندنا طاقات شبابية تجنن يعني، وأني بالتالي أنا مصلاوية يعني، تكلمت اللهجة البصرية، وعندنا صعبة كلش لأنه أنا بين اللهجة البغدادية وبين اللهجة الموصلية، فعندي كلش صعبة اللهجة البصرية. فعندنا طاقات تجنن، عندنا مواهب عظيمة جدا بالموصل. هاي المواهب والطاقات هاي لازم تنأخذ بعين الاعتبار، لازم المحافظة تدعمهم. جمال هذه الأجواء والروح التراثية العتيقة انعكست بشكل كبير على المشاهد في تصوير هذه الحلقة التي ستبقى بمثابة بصمة إبداعية كتبت صفحاتها في أم الربيعين نينوى ثاني أكبر محافظة عراقية. من الموصل أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.